ما رأي الشيخ حفظه الله في شراء السيارات من البنوك على الطريقة التي اشتهرت، ثم ما رأي الشيخ في حكم الأناشيد المسمى بالإسلامية؟ السيارات إذا كان عند البنوك سيارات في ملكهم حوزتهم تشريها منهم ما في مانع، البنوك وغيرها سواء، لا تشري شيء إلا من أحد يملكه ومتوفر عنده. أما إذا كان ما عندهم سيارات ويروحونك للمعارض ولا للشركات تفاوض معهم فهذا لا يجوز، لأنه من بيع ما لا يملك. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فاللي يريد يبيع على الناس يوفر السلع عنده أولا، فإذا جاء الزبائن يبيع عليهم. أما أنه ما عنده شيء ويروح الناس سيارات المعارض ولا، هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. ويسأل عن الأناشيد المسمى بالإسلامية. الأناشيد أغاني، نوع من الأغاني، ولا هي بإسلامية، اللي يسميها إسلامية كذاب. هذه أناشيد نوع من الأغاني والترانيم، ويتلذذون بأصوات المنشدين من الأطفال ومن الشباب، أصواتهم فيها رخامة وفيها رقة، يتلذذون بها، هذا لا يجوز، هذا لهو لعب. نعم.